تقريبا مدة ديال 20 سنة وانا في هذا الدومين هذا ديال العراس، ويمكننا خدامين الحمد لله. كانت خدمة مزيانة، كنا خدامين مع الجالية ديال برا وكانت في الداخل بحال هكا، المهم كانوا مناسبات زوينين والمهم فاجت الأزمة ديال الكورونا. المهم كنا مريحين من بعد تنقولوا راه هاد الشهر هذا طلق، راه هاد الشهر هذا طلق. تقريبا بقينا مريحين حتى ولينا تنبيعوا في الماتيريال ديالنا. الدرجة الطوموبيل ما بقينا صنا باش نديروا لها لاسورانس. انا كما كنشوف اب ديال جوج الوليدات، بنيه اسراء وياسير. المهم قعدنا تاش عجبناش نديروا واش نديروا، عجبنا تلحنا لهادشي ديال البيع والشراء، كنعاونوا به شويه. المهم لا الحمد لله الخدمه بالنسبه للعراس كانت زوينه ما نكذبوش، يعني درنا تزوجنا منها، بنينا منها قبر الحياه الحمد لله، والامور كانت غاديه مزيان حتى جات هاد كورونا وبعطلت الاوراق كاملين. يعني شي حاجه اللي ما كانتش على البال، ماشي عاب بالنسبه لي انا كمصور، كاع الناس اللي كيخدموا في هاد الدومين ديال العراس، لا من جروب لا من كافات لا من صحاب القاعات لا من لي تريتور، كلشي يعني كلشي تضرر، ماشي على المصور بوحدو اللي تضرر من هاد الشيء. كاين ناس مثلا اللي اش نقول لك، كاين ناس اللي طالقوا في هاد القضيه هذه، كاين ناس اللي باعوا حوايجهم، كاين ناس اللي باعوا الديور ديالهم باش يصيروهم، كاين اللي كانوا هازين كريدي ديال الماتيريال، كانوا هازين كريدي باش يشراو ماتيريال باش يخدموا به زعما على حساب الصيف، والامور جات بحال هكا والحمد لله على كل حال ملي كاينه الصحيحه هذاك هو المهم. انا كيفاش فكرت باش ندير هاد الدومين ديال الحوايج، لان فكرت لان الماتيريال غادي نبقى نبيع فيه، حاولت باش نبيع شي حاجه ونعمر بها، والمهم بقيت نعمر بشويه. المهم واخا تجيب عام مصروف الوليدات ما ياكلو كذا، راك ما عارفين الظروف ديال المصور ديال الاعراس، يعني ملي تحبسوا الاعراس بخطره راه ما بقى عنده لا مدخول لا حتى شي حاجه. ونكذب عليك الا لقيت ذاتي في البيع والشراء اكثر من التصوير، لان انا كنعشق الصوره من الصغر ديالي وانا كنعشق الصوره. المهم دخلت البيع والشراء باش ما نوقفش، يعني نصيب ما نوكل وليداتي ونصيب باش نتماشى مع الحياه. اما التصوير راه ما عمره يحيد، لان شي حاجه كان عندك كعشق ديال التصوير راه ما عمرك غادي تنسى. وكنتمنى مستقبلا الناس اللي كيخدموا في الدومين ديال العراس يتقنن الدومين ديال العراس كامل باش الناس يستافدوا كاملين. واش نقول لك، تنعطي واحد النصيحه لاي واحد يخدم في الدومين ديال العراس باش يحاول يدير شي دومين اخر اللي يعاون به شويه شي ديال العراس باش يعول على واحد الخدمه بوحده، راه صعيب الحال بالنسبه له. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.